السلام عليكم، يعطيكم العافية. استكمالا للمحاضرة اللي فاتت اللي تكلمنا فيها عن حركة السيارة، طبعا احنا تمكنا نحرك السيارة للأمام وللخلف وشمال ويمين، تمام. هذه الاتجاهات اللي تمكنا نحرك السيارة فيها. ضل علينا اشي بسيط اللي هو يعني انا هيني حركت السيارة، حتضل ماشية الى ما لا نهاية، هتضل ماشية إلى النهاية لبين ما إنه توقف سرعتها للصفر. فبالتالي من الطبيعي والمتعارف عليه إنه في زر السبيس هو اللي بيعمل هذه التوقيفة. خلينا نشوف مع بعض كيف بنعمل هذا الزر. عندنا الكود تبعنا زي ما شفنا في المرة السابقة، إحنا عرفنا متغيرات العجال وعرفنا للسبيد والكرنت سبيد والأنجل والكرنت أنجل، وحطينا المعادلة بتاعتهم. هل جيت لما أنا بدي أحكي عبريك، يعني في قوة هنا كانت قوة شو بتعمل؟ بتحرك السيارة، بتدفع السيارة للأمام، بتدي المحرك قوة فبيدي دوران للعجل، فبالتالي السيارة بتتقدم للأمام أو للخلف في الكرنت سبيد. طيب أنا لما بدي أحكي عن بريك بدي يكون في عندي قوة بتنعطى لمين؟ للبريك، تمام، علشان تقلل من هذه السرعة، تمام. فبالتالي منطقيا طالما انا بدي قوة، يعني في قيمة لهذه القوة السبيد والكرنت سبيد، بده يصير عندي بريك وكرنت بريك. قلنا البريك حتكون اللي هي القوة اللي انا بدي اضيفها، بينما الكرنت بريك هي قوة البريك الحالية. فبدي اجي كنترول سي لهدول واكررهم في المكان اللي تحت، بدي اسميها بريك وكرنت بريك، تمام. طبعا كتبنا بريك بالشكل هذا علشان كلمة بريك الثانية محجوزة في النظام. هاي عندي 300 للبريك العادية، والكرنت بريك طبعا ستيل القوة بتبعتها بدها تكون صفر، اول ما ابلش حتكون صفر. هل قد نرجع للشغل الرسمي في الابديت تبعتنا، ايش بده يصير لحتى هذه تصير قيمتها 300، تمام. ايش بده يصير لحتى الكرنت بريك يصير قيمتها تساوي قيمة البريك، بسبب ايش بده يصير؟ احنا في الواقع حكينا اذا انا دعست على دعسة البريك حتصير قيمة الكرنت بريك 300، فبالتالي حتبلش توقف السيارة. وهنا انا لما حطيت 300 ما حطيت 500، ليش؟ لانه انا بدي السياره توقف بشكل تزامني، ما بدي مباشره اخبط البريك توقف على المطرح، لا، ما في شيء، ما فيش سياره بتوقف بتصير سرعتها صفر بنقله واحده، تمام. طب انا عشان اعمل هذا الكلام قلنا ضغطه البريك هنا ايش بدها تكون؟ هنا احنا كنا ضغطه البنزين بتعطي اما دبليو او اس، صح ولا لا؟ هل جيت بدنا نحكي انه ضغطة البريك اللي هي زر السبيس على سبيل المثال، بس انا ما حاشتغلها بالطريقة اللي اشتغلناها هنا. هنا كان في عندي اكسس اسمه فيرتيكال معرف وجاهز في اليونيتي زي ما شفنا، بينما لما بدي اجي احكي على السبيس فهو زر وحيد ما له تعريف، فانا بدي استدعيه بالطريقة التقليدية. كيف الطريقة التقليدية؟ بدي اعمل له اف من اول وجديد، بدي اجي اقول له اف اف ايش؟ الانبوت، تمام، دوت ايش؟ جيت كي. في الاول احنا ايش كنا نقول هنا؟ كنا نيجي نقول جيت اكسس. ليش؟ وين الاكسس؟ هي الاكسس اللي موجوده في اليونيتي نفسها اللي كنا نوصلها من ايديت بروجكت سيتنجز انبوت، هاي الاكسس، تمام. بينما هنا انا بدي كي، بدي الزر من الازرار اللي بينضغط عليهم، تمام. ايش هو الزر؟ بدي اجي اقول له سبيس، تمام. هيك انا خلصت الشرط. ايش معنى الشرط تبعي هذا؟ اذا انت ضغطت على الزر اللي اسمه ايش؟ سبيس، ايش بده يصير لما اضغط على سبيس؟ نفكر فيها شويه، ايش بده يصير؟ الكرنت بريك قيمتها صفر، انا ضغطت على سبيس، قديش بده يصير قيمه الكرنت بريك؟ بدي اجي اقول له كرنت بريك تساوي قيمه البريك، وهي فاصلة منقوطة. هيك ايش يعني؟ قلت له اذا ضغطت على سبيس خلي قيمة الكرنت بريك تساوي البريك اللي هي 300.
تمام. طيب انا هلقيت لو ضغطت على سبيس حتصير قيمة الكرنت بريك 300 صح؟ يعني بعد شوية لما اشيل ايدي عن السبيس هل هترجع لصفر؟ مش هترجع لصفر. ليش؟ لانه انا بس عطيتها قيمة، هنا عطيتها قيمة ال 300، يعني للعمر حتضل ضاربة بريك السيارة. تمام. بدي ايش اللي بينفي الاف؟ الالس. بدي اقول له الس غير هيك رجع لي قيمة الكرنت بريك لايش؟ للصفر بالشكل هذا. تمام هذا الكلام. هيك انا صار عندي شرط انه اذا ضغط على سبيس بده يصير قيمة الكرنت بريك 300، واذا ما ضغط ولا على اشي او شلت ايدي يعني من على الضغطة بدها ترجع للصفر. طيب هذه القوة لمين بدها تنعطى؟ يعني انا لما بضغط على دعسة البريك في السيارة لمين بتنعطى؟ للفرامل نفسها. الفرامل بتزيد زيت فبتوقف السيارة، فبالتالي هي بتنعطى للبريك. تمام؟ اي عجال اللي بدها توقف، انا بما اني استخدمت اربع عجال هنا بدي ارجع تاني واستخدم الاربع عجال. بدي اجي ايش اقول لهم هنا؟ الباك ليفت ويل دوت ايش بده يكون اسمه هالجيت؟ بريك تورك. تمام؟ بده يكون اسمه بريك تورك. تمام؟ وايش بده يساوي البريك تورك؟ بده يساوي قيمة الكرنت بريك. وبس خلص. هيك انا خلصت الشغل تبعي. بدي اجي هحدد الزر تبع السطر وكرر من اول وجديد. ايش بدي اعمل؟ الباك ليفت هلقيت ايش بدها تصير؟ باك رايت. باك رايت بالشكل هذا. والفرونت ليفت بدها تصير الثانية يعني فرونت ليفت. وبعد هيك فرونت رايت. تمام. ها هدول الأربع متغيرات اللي موجودة عندي هنا اللي هي أنا معرفها في البداية عجال السيارة. بالشكل هذا السيارة بصير تقدر توقف معاي. خلينا نجرب، خلينا نعمل تيست للموضوع. ما بنسى احفظ وبعدين برجع على البرنامج ونشوف هو بيعطينا ايرور قاعد انه في حاجة غلط احنا عاملينها، اللي هي احنا نسينا سكر القوس اللي هنا. تمام. هلقيت بطرق. تمام هلقيت. خلينا نجرب الموضوع. هاي مشيت السيارة، ضغطنا بريك. طيب اضغط وانا ضغط على البريك احاول امشيها؟ مستحيل تمشي. شيل ايدي عن البريك تمشي، اضغط على البريك بتوقف. تمام. هيك هيك الامور صارت بتهيأ لي واضحة. تمام. هلقيت انا على سبيل المثال لو انا بدي ابلش اشتغل على الاريا تبعتي، على الـ خلينا نقول السيتي اللي بدي احرك فيها هذه السيارة، بدل ما انا قاعد بحرك في السيارة هذه في البلان، في اشي بدي احطه. احنا زمان كنا نيجي نبلش من نستدعي عنا باكج ونقعد نصفط قطع من الاسفلت ومباني الى اخره عبال ما نعمل المدينة. ففي المرة هذه بدنا نتعلم اشي جديد، بدنا نصير نعمل هاي الشغلة اوتوماتيكيا. طبعا انا شلت كل البلاوي الموجودة هنا عشان نشوف ونبلش شغل. اول حاجة عندي باكج هنا اسمها Fantastic City Generator. كيف بدي اجيب هذا الباكج على اليونيتي؟ باجي بسحب الباكج بالشكل هذا وبحطها في اليونيتي. هلقيت حيجيب لي واجهة امبورت، بدي اساوي امبورت واستنى اعمل سكيب شوية للفيديو على بال ما هو يخلص، لانها هي بتاخد شوية وقت معي. تمام؟ خلينا نوقف. بنرجع للشغل بعد ما خلصنا استدعاء. هلقيت ظهر معنا مجلد جديد وهو الباكج اللي انا استدعيتها Fantastic City Generator. الباكج هذه فيها شغلات كتير. احنا كنا زمان لما بدي ابدأ ابني شغلة ادور مثلا رودز، هاي الرودز البريفاب تبع الرودز، انادي الاسفلت اللي انا بدي اتعامل معه. تمام. بس هلقيت احنا بدنا نتطور شوية وما بدي ادخل اساسا لهاي الباكج. بدي اجي على قائمة ويندو، هاي الفانتاستيك سيتي جينيريتور. فانتاستيك سيتي جينيريتور نفس ما هي هنا هي موجودة هنا. باجي بكبس عليها بالشكل هذا، هتظهر معي الخيارات اللي موجودة.
عندنا generate streets قديش حجم المدينة بشكل عام بدك إياها، عندنا generate buildings أو بدي يعني إما بدي مباني أو ما بدي مباني، وعندنا للترافيك سيستم اللي هو النقل والمواصلات، يعني إنه في سيارات بتتحرك في المكان رايحة جاية أوتوماتيكي. تمام، إذا بدي أزيد من ازدحام المواصلات بأعلم على الخيار هذا. خلينا نجربهم. بلش هاي عندي السمول، تمام، هو بقول السمول بس هي كبيرة يعني كويس. تمام، وعندي الميديوم وعندي اللارج وفيري لارج. احنا هلقيت خلينا على قد السمول. تمام، ونرجع لسيارتنا، هايها موجودة هنا، بدي اضبط مكانها بس علشان تكون في مكان كويس ونقدر نتحرك فيها بالشكل هذا. تمام، 100% هيك انا عملت ايش؟ عملت الاسفلتات حجم المدينة. طيب انا بدي اعبيهم مباني، بدي اجي على جنريت بيلدينجز. شايفين كيف لما عملت جنريت بيلدينجز مباشرة عبالي المكان ايش؟ مباني. طيب انا لو جيت هلقيت على اد ترافيك سيستم مباشرة، اول ما ضغطت جاب سيارات، والسيارات هذه في مسارات بتمشي عليها، الاخضر هذا هي المسارات اللي راح تمشي عليها السيارات. لو جيت على الانستنس هنا حتلاقي زود كمية السيارات اللي في المكان. الانفرس هنا اذا بدي انا احول السيارات، يعني اغير تشكيلة السيارات اللي موجودة، يعني لما بضغط بجيب لي خيارات تانية انه سيارات معدية من هنا او الى اخره من خيارات موجودة عندي. تمام، يعني نرجع للعب وابلش هلقيت لو بدي اعمل ستارت. فعليا ايش اللي صار معايا؟ انه انا الكاميرا ما حطيتها على السيارة، بدنا نبلش نظبط الكاميرا، بدي اياها بالواجهة هذه باتجاه هذا تيجي. باجي بمسك الكاميرا كنترول شيفت اف علشان تصير ماخذة الفيو اللي انا واقف عليه، وبسحبها بداخل السيارة بتبعتي بالشكل هذا. هلقيت لما نعمل ستارت حلاقي الكاميرا بتتحرك مع السيارة وكل الامور كويسة، وزي ما احنا شايفين هاي في حركة مواصلات موجودة في المكان، وفي المباني موجودة، وكل اشي هنا جاهز بالكولايدر بتبعته، يعني الباص لو انا اجيت بدي اصطدم فيه هنا حلاقيه بيتفاعل مع هذا التصادم. هذا بخصوص الجنريت للمدينة. طيب احنا في العادة يعني انا ماشي بدي اكون بدي اشوف الخلفية اللي ورايا، تمام، بدي اشوف ايش في ورايا لو معدي سيارة من ورايا او اشي، يعني بدي ايش؟ مراية. كيف انا ممكن اعمل هذه المراية؟ خلينا نسكر السيارة بس عشان ما نعمل زحمة. المراية فعليا ما هي الا كاميرا اضافية، بدي انا نفس الفيو اللي بدي اشوفه المراية بدي اضبط وضعي عليه بحيث اني اقدر اركب هاي المراية. هيك منيح الفيو. خلينا نجرب، بدي اجي كرييت كاميرا، وايش اقولها؟ طبعا عشان انا كريتتها من هنا اخذت المكان نفسه. تمام، لو بدي اجي اشوف في ايش عارضه، كويس العرض، بس خليني ارفعها لفوق شويه بالشكل هذا علشان الشنطه ما تغطي على هذا، وارجع كنترول شيفت اف هلاقيها انضبطت بالشكل اللي احنا شايفينه. عفوا، احنا ما بدنا هذه هلقيت. وطبعا المرايه هذه وين بدها تكون؟ بدها تكون بداخل السياره علشان تتحرك معها. يعني هذه خلينا نعملها رينيم هلقيت عشان نعرف، نسميها ميرور بالشكل هذا. طيب هلقيت احنا تعلمنا في المرات السابقه انه في واجهه مستخدم وفي عندي يو اي. اليو اي هذا هو اللي بدي اسخره علشان اعرض المرايه ايش شايفه. تمام، فبدي اجي يو اي ايش عندي؟ الفيديو اللي معروض او هذا عباره عن صور. تمام، فبدي اجيب رو ايمج. تمام، ابلش اضبط في مكانها، كبستين عليها هروح عندها واضبطها في المكان اللي انا بدي اياه. طبعا نيجي للتول بتبعتها، بدي المرايه تكون بالشكل هذا مثلا. اوكي هنشوف. تمام، بس صغيره كتير، خلينا نكبرها حبه صغيره بس، وخليها هون علشان ما تاثر على رؤيتنا في السواقه.
تمام هيك، وبدي ارجع اقولها رينيم لهذا الكانفاس للرو ايمج عفوا، بدي اقولها رينيم واقولها انها ميرور. تمام ام اي ار كفايه. كيف بدي اربط هذه مع هذه؟ كيف انا بدي اربطهم مع بعض؟ انا لو جيت اطلعت على الميرور اللي هي الكاميرا، تمام، وطلعت في خصائص الكاميرا اني ادور على خاصية مشتركة ما بين الكاميرا وما بين الرو ايمج، تمام، مباشرة الرو ايمج ايش بتاخد اول اشي؟ اما بتاخد ماتيريال او بتاخد تكستشر. هاي الشغلتين بتاخدهم، في اشي تاني غير هيك؟ يا ماتيريال تكستشر، يا كلر يا ماتيريال. كلر طبعا لا، اما ماتيريال او تكستشر. تمام، تعال نشوف الكاميرا ايش بدها. الكاميرا هنا ايش بتاخد؟ وين الماتيريال؟ وين التكستشر؟ باجي هنا بلاقي انه بتاخد اشي اسمه تارجت تكستشر، وطالبة اشي اسمه ريندر تكستشر. طيب من وين انا لو بدي اجيب شغلة زي هيك؟ مباشرة باجي كليك يمين هنا وعكريت وبدور على اللي بدي اياه، حلاقي عندي خيار اسمه ريندر تكستشر بالشكل هذا، بدي اسميه برضو ميرور عشان اقدر اوصله. هل جيت الميرور هذا ايش بياخد؟ اشي هو ما بياخد. طيب مين بياخده؟ اول اشي باجي على الكاميرا وبعطيها التارجت تكستشر. شايفين ايش صار؟ صار الميرور معروضة على الريندر تكستشر. تمام، وباجي على الكانفاس بعطيه برضو التارجت تكستشر. هل جيت لو اطلعت هنا، لو بلشت الجيم على سبيل المثال عشان اشوف، زي ما احنا شايفين عندي هنا الصورة معروضة. طب ليش انا كنت حضرتها هنا وهي انعرضت هنا؟ لانه اساسا انا بتطلع من واجهة تانية، انا المفترض بتطلع من هنا على الفيو تبعي، فانا حطيتها بالناحية هذه. تمام، لو انا بدي اساوي خريطة، كيف انا ممكن اعمل هذه الخريطة؟ برضو بنفس الطريقة بدنا نشتغل عليها، اللي هو انا اراجي لفيو من فوق واطلع لفوق 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 لحد ما تصير كاشف شوية كده الاسفلتات والشكلات هذه، وباجي كرييت كاميرا، ونفس القصة الكاميرا جوا السيارة. تمام، بس الكاميرا ما اخذت كنترول شيفت اف، هاي كنترول شيفت اف. تمام، صارت جايبة من فوق، ونفس الطريقة بدي اجي اعملها ريندر تكستشر، كرييت ريندر تكستشر. وايش بدي اعمل غير الريندر تكستشر؟ بدي اجي على الكانفاس ويو اي وكرييت رو ايمج تاني، واجي على الرو ايمج. وين بدك اياها تقعد الرو ايمج؟ انا برضو جاي من الناحية التانية، بدنا اياها على الناحية هذه تحت، نفس الحجم مش مشكلة. واجي ها سحبت هنا، وعلى الكاميرا سحبت برضو التكستشر. هلقيت لو بلشت حلاقي انه صار عندي خريطة تعرض لي انا وين ماشي. طب انا لو هلقيت بدي اخلي الخريطة فيها مثلا البن انه يعلم لي انه الها لون هنا، ممكن اجي انشئ كورة صغيرة فوق السيارة بالضبط، بس ما تكون جاية في الفيو، لونها احمر مثلا وفوق السيارة وما تكون جاية في الفيو، على اساس انه اكون شايف وين سيارتي اصلا من بين الاشكال هذه. لو جيت انا اطلعت، والله انا شايف بالشكل هذا. تمام، لو جيت انا هنا وين سيارتي عفوا، هاي السيارة، وجيت عملت هذا طبعا اضافة مش مطلوبة، بس اضافة لمجرد انه انا خلينا اجيب مثلا كيوب على اساس انه الكيوب بيشبه السيارة اكتر. تمام، هاي جبت الكيوب، بدي اديه ماتيريال لونها احمر مثلا عشان يكون لون ايش واضح بزيادة. تمام، هاي احمر وبعطيه لا هذا، بس بلاش يكون في لمعة من اساسه. تمام، وبدي ارفع هذا الكيوب لفوق، طبعا بدي احطه منساش احطه جوا السيارة، وبدي ارفعه لفوق. بس بديش اياه بحجم السيارة كده كبير كتير، هلا كيت بنظره مش مشكلة، ارفعه بحيث انه ما يكون واضح على الفيو تبعتي.
عفوا برضو دي برضو مش باين كتير. طيب كده كده ممكن نقول انه احنا شايفين السيارة تبعتنا، بس لو بدنا نرفع كمان شوية برضو بيمشي الحال لو بالشكل هذا. منيح برضو بس كبير كتير كده، خليه لتحت شوية بدون ما نصغر ولا اشي. تمام. ولو جيت هلقيت بلشت هلاقي انه صار معلم عندي انه في سيارة. خلينا نعيد من اول عشان يجي بشاشة كبيرة. تمام شايفين هاي الكيوب بتحرك معايا نفس ما السيارة ايش بتتحرك، صح ولا لا؟ طبعا وقعت معانا السيارة. وبهيك نكون خلصنا الموضوع اللي بنحكي عنه. طبعا قصة الكيوب هذه مش مطالبين فيها، بس انا مجرد لانه انت تشوف انه انا كيف ممكن اوضح هذا الكلام. وبيعطيكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله.